سريعا، مصر تدين قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا. إذن تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. إذن مصر تدين القرار الإسرائيلي المتعنت ب يعني وقف التعاون مع وكالة الأونروا. أشكركم شكرا جزيلا، كل سنة وانتم طيبين، كل عيد حب وانتم طيبين، بكرة مصر جديدة إن شاء الله.